هذه الأمور كلها مسؤولية. بس احنا بجامعة بغداد شو نسوي تطور؟ إنه نسوي سيميلارز، خالد هو يقدم السيميلار، الموضوع هو مركز التعليم، كان معنا good preparation. فنسوي freshman discussion في الفترة. زين نعم. فأنتم مطالبين بي حتى خاطر تجيكم في هذه السنة أسئلة كذا تقولون ما أخذنا هذا المحاضرات تحت مطالبين بي هذه أنواع الفرق. مو مرات عليه مرة سريعة. تكون حكينا مور بين يطالع إنه المفروض عندكم requirement المفروض تستلمون على أقل كيس أو كيس إن شاء الله. إن شاء الله. ويفضل أنتم بالنسبة لكم first case إنه يكون إنه logical geography. تعلمون بيها لأنه صراحة ما أعرف الريكوايرمنت مالكم. إحنا بالنسبة لنا جامعة بغداد الريكوايرمنت تو كرام تو سيبريتد كرام، بس نشجع الطالب بالبداية بالنهاية يصير لخة ويصير التايم مثلا إذا صار عندك أي مشكلة أو فيلير أو هذا ما راح يصير عندنا وقت وتعلم بس البيشنت بشلون مكان سوي سيميتيشن لأن هذا آخر أسبوع أو آخر ما أعرف إيش والريكوايرمنت قد إيش ما راح تتعلم أي شيء. وإحنا همينا ما راح نحس إنه بس نقدم لك شيء ما ساعدناك بشيء لأنه هي مثلا كيس مثلا أو مضاعدة أو شيء بس عندك هذه المشكلة حاول بالبداية تدي لك كيس حلو تشتغل على هذا الشيء. طبعاً هذه المحاضرة راح تكون دغدغة خفيفة ما راح أزعجك فيها أحسن بعض الترمولوجي شو الفرق بين الراوند بريدج أشياء بسيطة ما حبيت تكون المحاضرة تقيلة لكن احتمال من المحاضرة الجاية راح تكون دبل. أنتوا عارفون إحنا يعني ما شاء الله العطل مالتنا ما تخلص واحنا بالكرام انه رجعتنا 14 محاضره فلازم على الاقل نقيم سبعه على قبل نص السنه اذا هو لازم ناخذ اكثر لان ما نتوقع على نص السنه شو يصير زين يعني شويه لازم هيفي كوفي ان ذا مورنينج من يكون عندكم محاضره اوكي واني وياكم اي شيء تحتاجوا خليها معليها جيب 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 جيب